البارحة ريال مدريد غاب عن دوري الأبطال وحضر من خلاله الدور كريستيانو رونالدو السير 7 ينجح في مباراة الموسم في مباراة القمة في الريمونتا كما يقولوا بلغتهم الطليان الريمونتادا بلغة الإسبان 3 في مرمى أتلتيكو مدريد الأتلتيكو اللي في 7 مواجهات مع دييغو سيميون للطليان قبله كان هدف وحيد البارح تحلوا في تورينو قدام الدور السير 7 اللي سجل هاتريك يطلع بها اليوفي لدور الثمانية قلتها سابقا كررتها تأكدت منها البارحة لما شك لحظة بعد سقوط استاد الواندا في المتروبوليتانو أن اليوفي يبقى بالنسبة لي المرشح الأول لدور الأبطال هذا العام. وفعلها امستردام لم يراهن احد على تاهل مانشستر وفعلها البيج مانشستر لم يراهن احد ممكن على عودة اليوفي وصنعتها لاجيوم بالهاتريك للدون اليوم هي ريمونتادا داخل مباراة البايرن ريمونتادا بالتعديل ثم بالانتصار البارحة العزف المنفرد كان من رونالدو والليلة العزف كان من البول جاميسي وبالتالي دور الثمانية في وجود 10 بلندور في آخر 11 سنة هل تكون بمفاجأة يونايتد مع أولي جونر سولسكاير أم ستكون لميسي من جديد بعد غياب السنين أم رونالدو سيواصل العزف المنفرد شماتة في فلورنتينو بيريز صحيح لعبي أكبر صحيح لدار اللي فيها لعبي يقدم أكبر مهم ولكن لا تضمن البطولة.